سهرة مفتوحة، يقدمها طاهر أبو زيد. واحد من الأسماء الشهيرة والجهيرة، ليس فقط على المستوى المصري وليس على المستوى العربي، وإنما أيضا على المستوى العالمي. أيها السادة، السهرة المفتوحة الليلة مع العالم المصري الشهير الدكتور فاروق الباز. أهلا يا دكتور. أهلا بي. في الحقيقة بيلفت نظري لأول وهلة شيء غريب جدا، إنه سيادتك عالم في الجيولوجيا. نعم. والجيولوجيا هي أن ينظر الإنسان إلى تحت، ولكنك اشتهرت كعالم ينظر إلى فوق. فشيء غريب جدا إنه عالم الجيولوجيا يشتهر ويرتفع اسمه لأنه ينظر إلى أعلى. لا فعلا صحيح، هو ده مفارقة غريبة. لا صحيح، مفارقة غريبة. هو علم الجيولوجيا هو دراسة الأرض، وعلى كل جيولوجي أن يناقش الأرض أو يدرسها دراسة تفصيلية، ولكن في الحقيقة اتضح لنا أن كل كواكب المجموعة الشمسية وكذلك القمر وأقمار هذه الكواكب تتكون من صخور وتغير أشكال سطحها نفس التغييرات اللي تحصل على سطح الأرض. معنى هذا أن سطح هذه الكواكب يتكون من صخور تماما كالأرض، وأن التغييرات التي تحدث على سطح هذه الكواكب هي نفس التغييرات التي تحدث على الأرض. ولذلك يدرس علماء الجيولوجيا هذه الكواكب وكأنها الأرض. يعني ومن هنا أصبح هناك مجال لعالم الجيولوجيا أن يرتفع بدل أن ينظر إلى أسفل، يعني بدل أن ينظر إلى ما تحت أقدامه. صحيح. أن يرتفع إلى ما فوق رأسه. صحيح. أو بمعنى أصح نستطيع أن نقول أن الدكتور فاروق الباز ينظر إلى ما تحت في فوق. تمام، يعني من فوق إلى تحت. وفي الحقيقة كمان الدراسات الفلكية وحول الكواكب جعلتنا ننظر إلى الأرض ذاتها نظرة جديدة. معنى هذا أننا لا ننظر إلى الأرض من ما تهوى تحت أقدامنا فقط، ولكننا نذهب إلى الفضاء ثم نلقي نظرة على الأرض وكأننا نغزو الأرض من الفضاء. رائع. يعني الإنسان ده ما فيش فايدة فيه، يعني لا يحد له حدود، يعني يبتدي يغزو الأرض من الفضاء. متهيألي سيادتك برضو في محاولة لإتمام هذا في مهمتك الآن في مصر. تمام. أي أنك يعني تريد أن تغزو الصحراء الليبية أو الصحراء الغربية في مصر عن طريق الارتفاع إلى الفضاء. صح. لقد بدأنا في تصوير الصحراء الغربية في يوليو عام 1975، وذلك من خلال رحلة أبولو سيوز الأمريكية السوفيتية المشتركة، وأخذنا هذه الصور بالألوان وبطريقة مجسمة حتى نستطيع أن نعمل الخرائط منها وأن ندرس بعض الأماكن فيها دراسة تفصيلية. ولذلك اتضح لنا بعد ذلك أن هذه الصور تفيد جدا في دراسة هذه المنطقة، وخصوصا وأن منطقة الصحراء الغربية ليست لدينا معلومات عنها إطلاقا. فبدأنا في دراسة هذه الصحراء الغربية وكأنها مثل لكيف نستطيع دراسة الأرض وخصوصا مناطق الصحراء وخصوصا الصحراء العربية من خلال صور الفضاء. دكتور إذا سمحت، إزاي ممكن نعرف إيه اللي في باطن الأرض من مجرد صور على السطح؟ أنا بعتقد الموضوع ده بالغ الأهمية بالنسبة للعالم العربي اللي بيعتمد في موارده الاقتصادية على البترول الكامن تحت سطح الأرض. والله في الحقيقة هو قيل الكثير عن صور الفضاء وخصوصا صور لانسات
والاستشعار من بعد واكتشاف البترول من خلال هذه الصور. في الحقيقة لا يمكن إلى اليوم تحديد البترول أو معرفة مكان البترول في تحت بطن الأرض من خلال الصور. اللي بيحصل إيه؟ إن إحنا الصور بتاعة الفضاء بندرسها ونحدد الأماكن اللي فيها احتمالات وجود البترول أو المياه الجوفية. يعني نرى في هذه الصور التركيبات الجيولوجية والكسور في القشرة الأرضية أو الفوالق أو الصدوع، وهذه الفوالق أو الصدوع هي الأماكن اللي فيها الاحتمالات وجود البترول. هل تفضل؟ فيعني يبقى كويس جدا لو كان عندك منطقة كبيرة جدا وانتش عارف البترول يصح يكون فين، فعلى الأقل تقلل من المساحة اللي لابد من استكشافها على الطبيعة. فمن خلال صور الفضاء وحدها لا يمكن أن نقول فين البترول ومش فين، في هنا بترول وما فيش هنا بترول، لكن ممكن جدا نقول أن الاحتمالات إذا كنا نبحث عن البترول في مكان ما نبحث عنه في المنطقة دي ودي ودي من خلال الصور. طبعا عملية هامة جدا جدا، يعني تقليل الجهد والإنفاق لتقليل الجهد والإنفاق المال على عمليات الاستكشاف. تمام، يعني يمكن يبقى 1/10 مثلا من المجهود، بدل صحراء زي الصحراء الغربية مترامية الأطراف بنحدد مواضع معينة. تمام، هذا التحديد علمي وحقيقي. تمام، يعني بحيث لا يمكن أن يفلت البترول إلا في هذه المواضع، لا يمكن. تمام، أن يوجد البترول إلا في هذه المواضع يعني. تمام، بس لا يلزم برضو بعد هذا الدراسات التفصيلية على الطبيعة، يعني لا بعد الدراسة من صور الفضاء وتحديد الأماكن اللي يكون فيها احتمالات الوجود لابد من الدراسة في الطبيعة لتحقيق هذا الكلام. دكتور فاروق، إذا سمحت عهد إليك بمهمة خطيرة جدا، وهي اختيار الأماكن اللي ينزل عليها أول رائد بيضع أقدامه على سطح القمر. هل كان فيه صعوبة علمية في هذا الاختيار؟ هل كان فيه مخاطر معينة اختيار معين؟ وكان يعني موقفك ايه يعني وانت بيعهد اليك بمهمة تاريخية يعني؟ في الحقيقة كانت مهمة صعبة للغاية، لأننا انا كنت مسؤول، انا كنت سكرتير الهيئة، وكنت الهيئة لاختيار مواقع الهبوط على سطح القمر، وكنت مسؤول عن تحديد المواقع اللي تنظر فيها الهيئة. ودي طبعا كانت مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ لأن أنا عمري ما رحت القمر ولا عرفش تضاريسه إزاي، وما رحتوش من زمان يعني، ما رحتوش قبل كده، فما كانش فيه عندنا معلومات إلا المعلومات الموجودة بتاعة الصور، وخصوصا صور من رحلات لونر أوربيتر، ودي كانت كلها أقمار صناعية دارت حوالين القمر في سنة 1966 وسنة 1967، وأخذت صور للقمر، يعني للقمر، أخذت صور للقمر كله ولكن بدقة مختلفة، يعني في حتة صورتها تصوير دقيق وحتة تانية مش دقيق وهكذا. فكان لزاما علينا أن احنا نبحث في هذه الصور، فاتضح أن هناك في هذه المجموعة حوالي 3200 صورة من صور لونر أوربيتر. فأخذت على نفسي العاتق أني أدرس هذه الصور واحدة واحدة وبالتفصيل، يعني 3200 صورة، كل واحدة منهم 24 بوصة في 20 بوصة، يعني صور كبيرة قوي. ودي أنا اللي درستها دراسة تفصيلية عميقة واحدة واحدة، ودراسة التضاريس كلها عشان نعمل نظريات للمواقع الهبوط. وطبعا كان في نظريات بتقول أن مثلا السطح القمر كله معمول من بودرة هشة جدا، أول ما تنزل سفينة الفضاء هتغطس في البودرة دي. حاجة مخيفة يعني. تمام. وكلام تاني يقول إن القمر مليان حجارة وصخور ولا يمكن الأربع رجلين بتوع السفينة دي هينزلوا بنفس المستوى. وإحنا عارفين إن سفينة الهبوط ذاتها لا تستطيع إنها تقف في على سطح مائل يكون درجة الميلان أكتر من 12 درجة. من السطح يكون مسطح تقريباً. لازم يكون مسطح تقريبا او مثلا مايل 5 درجات 7 درجات لحد 11 درجة، 12 درجة لو اكتر من 12 درجة سفينة الهبوط نفسها لما تنزل تنقلب. طيب واحنا ما عندناش خرائط للقمر تورينا التضاريس دي ازاي، فاحنا هنعرف ازاي ان دي درجة الميل بتاع السطح ده قد ايه؟ فبقينا ندرس التضاريس والصخور والمناطق دي، وبعدين ناخد المنطقة اللي هيكون فيها احتمال موقع الهبوط، وبعدين ندرس المنطقة كلها اللي حواليها عشان نعمل نظرية وبتاع.
ومهما كان ومهما درسنا برضو الواحد مش مطمن 100%، لان هذه كلها اهو انت شايف حاجة وقلبك مطمن لها وعندك نظريات علمية ودرستها كلها دراسة تفصيلية، لكن مش مطمن 100% لانك ما رحتش هناك وما شفتش. فالحمد لله في اول رحلتين كانت المهمة تمت وبسلام، وان يعني في الرحلات اللي بعد كده قمنا باختيار مواقع هبوط اصعب كتير من مواقع الهبوط الاولى، يعني اختيارنا مواقع هبوط جنب الجبال وجنب وديان وجنب كذا عشان رواد الفضاء ينتقوا عينات كويسة من هذه الاماكن. دكتور اذا سمحت، ليه روسيا وكانت سباقة في الفضاء وسباقة في الرواد تأخرت ثم عدلت عن سياسة الرواد البشريين؟ هو في الحقيقة الاتحاد السوفيتي هو بدأ النجاح في مشاريع الفضاء، بدأ هو الاتحاد السوفيتي بانطلاق سفينة سبوتنيك، والاتحاد السوفيتي كان بداية كويسة بالنسبة للاتحاد السوفيتي، ودي في الحقيقة هي اللي خلت الولايات المتحدة الأمريكية تشد حيلها شوي. يعني أول نجاح عمله الاتحاد السوفيتي إدى للولايات المتحدة زقة كده، صدمة فعلا كهربائية. فقعدوا يقولوا الله فين العلماء بتوعنا، فين المهندسين بتوعنا، فين الكذا، فين العقول بتاعتنا، إحنا ليه ما إحناش موجودين في الفضاء دلوقتي والاتحاد السوفيتي هناك. فقرروا أنهم يقوموا بعمل المشروع الفضاء اللي هو يكون أهم حاجة فيه وصول الإنسان إلى القمر وإرجاعه حيا، لأن دي كانت أصعب حاجة ممكن الواحد يتصورها، وباهرة كمان، وباهرة عشان يبقى يعني حاجة كبيرة جدا وباهرة وحاجة صعبة جدا ولا بد أنها تخلص فيها خلال 10 سنوات، يعني تتم في خلال 10 سنوات بكل بقى الإمكانيات الأمريكية بقى. بكل الإمكانيات الأمريكية، وتضللوا الصعاب دام أمام الهيئة الملاحة الأمريكية، وقالوا أن دي أي كمية من الأموال، أي كمية من المعلومات عايزينها، أي كمية من الناس عايزين شغلوهم معاكم، اهو احنا عايزين نوصل الإنسان أمريكي إلى القمر ونرجعه سالما وخفيه خلال 10 سنين بدون ما كان عند الولايات المتحدة أي صواريخ، بدون ما عندهم أي أقمار صناعية ولا حاجة خالص. يعني في 10 سنين دي لازم تبدأ من الصفر تقريبا، من الصفر. فدي في الحقيقة إدت زقة، الصدمة دي إدت زقة للولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية طبعا فيها الناس يعني طريقة البحث والتفكير والحاجة دي في الولايات المتحدة الأمريكية أسهل بكتير من الاتحاد السوفيتي، ومفيش تعقيد حكومة وما تعقيد روتين، ووصل الأمريكان إلى القمر. وكان أهم حاجة قدروا يوصلوا لها مش بس قوة أو قدرة الصاروخ بتاع الانطلاق، لأن ده أهم حاجة الأول، لكن أهم من كده هو الحاجات التكنولوجية الدقيقة جدا. يعني مثلا إيه؟ الكمبيوتر والآلات الحاسبة التي صغرت عشان توضع في سفينة الفضاء. ليه؟ لأن أهم مرحلة من مراحل رحلة أبولو إلى القمر هي أن السفينة بتاعة المدار، يعني السفينة اللي بتدور في مدار حول القمر، لابد وأنها تشغل المكنة بتاعتها النفاسة وهي بعيدة، يعني مختفية خلف القمر، يعني وما فيش اتصال بينها وبين هيوستن. يعني الرواد الفضاء بيقوموا بتشغيل المحرك النفاس بتاع السفينة وليس لنا به اتصال في هيوستن ولا في الولايات المتحدة أمريكا خالص، لأن في هذا الوقت بتبقى السفينة مختفية خلف القمر. معنى هذا أن لازم يكون عندهم الآلات الحاسبة والكمبيوتر بحيث أنهم يقدروا يقوموا بهذه العمليات، عمليات الحساب. الحساب الآلي. مفيش اتصال لاسلكي طبعا. لا، مفيش اتصال خالص. ليه؟ الوجه الآخر للقمر. يعني السفينة مختفية خلف القمر. يعني بيقوموا بهذه العملية والسفينة مختفية. مختفية رؤية ولا سلكي وكل شيء، ما ليس هناك اتصال خالص. ليه اللاسلكي ما بيوصلش ليه من عشان بينك وبينه القمر، بينك وبينه صلب، يعني بينك وبينه الجسم، يعني بينك وبين السفينة الفضاء الجسم، يعني هي مختفية خلف القمر، يعني مفقودين، يعني مفقودين زي المفقود يعني. فلازم انهم يحسبوا مدارهم فين بالضبط، مكانهم فين بالنسبة للكون، مكانهم فين بالنسبة للقمر، عايزين يشغلوا المحرك النفاس لمدة قد ايه، والبنزين يكفيهم ولا لا،
والكل الحاجات دي هم اللي يقوموا بيها عمليات الحساب بتاعتها. فالاشياء دي كلها موجوده في سفينه الامريكيه. ليه؟ لان في الكمبيوتر الضخم اللي الواحد بيشوفه هنا مثلا بيملى بيت كامل، هناك في سفينه الفضاء ما ياخدش اكتر من شبر في شبر، مصغر لكن موجود، ونفس الكميه الدقه موجوده فيه. فيستطيع رواد الفضاء انهم يعتمدوا على هذا الكمبيوتر والاله الحاسبه عشان، وهي آلتين كمان، لو واحده خربت الثانيه تشتغل، عشان يقدروا يعملوا بهذه العمليه، لان الرحله او النقطه دي من الرحله مهمه جدا انها تقوم وبدون اتصال من هيوستن. ولهذا اليوم الاتحاد السوفيتي ما عندوش القدره انه يعمل الاجهزه الالكترونيه ولا الاجهزه الحسابيه في هذا الشكل، وهذا هو السبب الاساسي في التعطيل لان في السبب الاساسي في ان الاتحاد السوفيتي لم يرسل الانسان الى القمر. يعني مش امكانيات ماليه ولا لا 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 لا، هو ده السبب الاساسي وسبب تكنولوجي، ان الولايات المتحده وصلت له والاتحاد السوفيتي لم يصل. وانت تعرف تشوف الفرق ده لما تدخل السفينه الامريكيه والسفينه السوفيتيه. يعني السفينه الامريكيه لما تخش فيها تلاقي ان فيها كل الحاجات بتاع التشغيل والزراير والالات الحاسبه والمنظار الفلكي عشان يحدد مكانه بالنسبه للنجوم واشياء كثيره جدا. يعني معظم جدار السفينه متاخد باجهزه علميه وزراير. لما تدخل السفينه السوفيتيه ما تلاقيش فيها حاجه خالص، الجدار ده يعني نظيف خالص زي حيطه. ليه؟ لان السفينه بيتم تشغيلها بالكمبيوترز على الارض. كل شيء من الارض مسير. يعني بتيجي الاوامر من السفينه من موسكو، مش من رواد الفضاء. فده الفرق الاساسي، ان السفينه السوفيتيه يتم تشغيلها من الارض، اما السفينه الامريكيه فيتم تشغيلها بواسطه الرواد من فوق. الحقيقه نقطه مهمه خالص، ويمكن حتى تعود الى اسس التفكير صح لدى كل من الدولتين صح. يعني واضح حتى ان اسس التفكير بتترك بصمتها حتى على التكنولوجيا يعني. صح. انا رواد الفضاء الامريكان يقولوا ايه، الله ده انا لو ده انا لما دخلنا اول مره شفت السفينه الروسيه انا بستعجب على جرأة وشجاعه الرواد السوفييت. ازاي يخشوا بسفينه زي دي وسايب حياته لحد تاني في الارض؟ انا ما ادخلش ايدي ابدا، انا لما عايز اطير انا عايز اطير الطياره بنفسي. عظيم. دكتور اذا سمحت، هل ممكن تدي للمستمع العربي صوره شامله، ولو ده يبقى صعب شويه ومحتاج وقت طويل، لكن بقدر ما يمكن يعني من الايجاز، عن ازاي الصاروخ بينطلق، مش ازاي الصاروخ بينطلق، يعني صوره للهيئات المتحركه، وهنا ناس بيعملوا ايه وهنا ناس بيعملوا ايه، وسيادتك بتكون فين، وفي حد جنب الصاروخ ولا، لان النار اللي طالعه منه فظيعه يعني. طيب الانطلاق الصاروخ بيحصل في قاعده اسمها قاعده كيب كينيدي، موجوده في ولايه فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحده الامريكيه. واختير هذا المكان بالذات لانه جنب الميه، عشان لو حصل اي انفجار او اي عطل في الصاروخ في فور انطلاقه، او وقع اول ما يقع هيقع في الميه في ميه المحيط. فكان اختيار هذا المكان بالذات عشان كده. العمليات انطلاق الصاروخ بتبقى عمليات معقده ومركبه جدا، وعمليه انطلاق الصاروخ في الحقيقه بتبتدي بحوالي 3 ايام قبل انطلاق الصاروخ. اي 3 ايام قبل انطلاق الصاروخ لابد من بدء العمليه. ودي ليه؟ لان ملء الخزانات الوقود في الصاروخ بتاخد يومين كاملين، يعني يومين في كل 24 ساعه، ده بس عشان تملى الخزانات الوقود الضخمه جدا في الصاروخ. كميات مهوله. ليه؟ عشان هي قوه الدفع بتاع الصاروخ عند الانطلاق 7.5 مليون راتل. قوه الدفع كأنك بتضغط حاجة، بتضغط عامل ميزان 7.5 مليون راتل بتضغط بيها على الأرض. فظيع جدا. فبيحصل ان بتمتلئ الخزانات، وبعدين تبدأ عملية الاختبار. يعني الوقت عندك يومين كاملين لملي الخزانات، وبعدين يوم كامل لعملية الاختبار. الاختبار دي ايه؟ اختبار الأماكن وخصوصا الإلكترونية، عشان لو كان في اي حاجه معطله الكترونيا يصح تعطل اشتعال جزء من الوقود او اي شيء تاني فيخرب الصاروخ. ف
فدي يبتدي عمليات الاختبار لكل جزء من أجزاء الصاروخ، الاختبار النهائي. طبعا احنا عم بنختبر الصاروخ ومكوناته من مدة شهرين، لأن الصاروخ بيبقى فاضل واقف جاهز للانطلاق شهرين على المكنة عشان يتركب فيه الأجهزة وكل حتة فيه تترسب مظبوط، وبتعمل اختبار للأجزاء واحدة واحدة. لما دلوقتي بقى قبل اليوم الانطلاق بيوم واحد بيبدأ بقى العملية الاختبار الإلكتروني الآلي، ما فيهاش رواد ولا حاجة، لكن أجزاء الصاروخ دي كلها موصلة بأسلكة، والسلك ده ممكن نحن نجرب الأشياء، كل جزء من الصاروخ شغال ولا لا. وبعدين تبتدي عملية نقل الرواد من المكان اللي هم عايشين فيه في كيب كينيدي بعد ما ياخدوا آخر وجبة، وبعدين يروحوا إلى السفينة، يدخلوا إلى سفينة الفضاء. ولما يدخلوا لسفينة الفضاء معناها إن قدامهم حوالي 7 ساعات قاعدين كده في السفينة، هم كمان يقوموا بعمليات اختبار للسفينة مع الصاروخ. يعني عمليات الاختبار الأولاني كانت لاختبار للصاروخ فقط، دلوقتي تبقى عمليات اختبار للسفينة وللصاروخ مع بعض، واللي يقوم بهذا رواد الفضاء. فيجلس رواد الفضاء لمدة هذه 7 ساعات على اتصال دائم بكل الناس، وبعدين تبتدي عملية عمليات انطلاق الصاروخ الأصلية أو الحقيقية. وهذه معناها إيه؟ معناها إن ما يكونش فيه إنسان إطلاقا على بعد، على قرب أكتر من أو أقل من 3.5 ميل. يا سلام، يعني من 5 كيلو ما حدش يقرب من الصاروخ إطلاقا، ما فيش غير الرواد قاعدين لوحدهم، رواد الفضاء قاعدين في السفينة فوق ولوحدهم، اي انسان اقرب انسان اليوم على بعد 6 كيلو، على بعد 6 كيلو، الا مجموعة من 4 دبابات مصفحة موجودة تحت الارض في مخبأ. ليه؟ عشان اذا حصل عطب في الصاروخ ممكن جدا ان الرواد الفضاء يطلقوا السفينة الفضاء فوق تبتعد عن الصاروخ وتهبط، بس مش عارفينها هتهبط في وسط النار ولا بعيد عن النار. فلو هبطت في وسط النار يبقى برضه في خطر على حياتهم. فتقوم الدبابات المصفحه اللي هي ما بتستحمل السخونه، سخونه اللهب، تروح طالعه من البتاعه دي عشان تاخد السفينه وتمسكها وتطلع بيها اللي فيها الرواد. بس لحظه موحشه جدا بالنسبه لرواد الفضاء. طبعا دي اخطر لحظه في السفينه، كل في الرحله ابولو كلها هي لحظه انطلاق الصاروخ. ما انت بتشوف كمية الوقود الهائلة اللي بتدي لك قوة بتاع 7.5 مليون رطل، ونار فظيعة بنشوفها في السينما، نار حمراء، يعني بتاخد مساحة كبيرة النار. لا النار حتى بيضة من الاحمرار، اكتر من النار الحمراء النار البيضة. صحيح احنا متعودين نقول نار حمراء يعني، لكن النار بتاعتها بيضة دي اكتر من الحمراء. فاللي بيحصل ايه؟ انه بيبتعد كل الناس، يعني احنا الناس بتوع متابعة الرحلة والناس اللي بتوع الإدارة بتوع ناسا والمدعوين والزوار والصحفيين وبتوع الإذاعة والتلفزيون، الحاجات دي كلهم في أبعد من 5 كيلو دول. لازم يكون بعيد عن 3.5. ليه؟ لأنه بيحترق، صح، يعني يحصل فيه إشعال، يعني لو حصل فيه عطب المنطقة دي كلها ممكن تحترق. وبعدين يبدأ بعد ما تم كل هذا، بعد ما عرفنا ان السفينة الصاروخ نفسه كويس وان السفينة كلها كويسة وان الرحلة مستعدة للبدء، يبتدئ العد لإطلاق الصاروخ. وفي لحظة اشتعال بيبتعد البرج اللي هو كان بيمسك الصاروخ والسفينة عنه، ويترك للصاروخ المجال في انه ينطلق الى الفضاء. وبيحصل ايه؟ ان احنا بنشوف الانفجار بتاع اللون ده الاول، يعني الناس اللي واقفين بعيد خالص دي على بعد 3 ميل يبتدي يشوف الانفجار الفظيع ده الاول، يعني بيوصل الوميض بتاع اللهب من الاول قبل حتى الصاروخ ما يبتدي يتحرك للاعلى. وبعدين نرى ان الطيور في كل المنطقة اللي حوالينا دي من قبل ما نشوف اي حاجة تانية تبتدي تهرب، تطير في الهواء لأنها خايف تحرك الصاروخ. ايوه، لان عندها حواس، عندها حواس ان حاجه هتحصل. يا سلام، ايوه، حاجه غريبه هتحصل. فبتطير الطيور دي، بيبقى منظر كويس قوي انك تشوف الطيور دي، وبعدين تبتدي تشوف اللهب او الوميض بتاع الصاروخ.
وبعدين يبتدي تحس بالأرض. أنت شايف أنت واقف فين؟ 5 كيلو. تحس تبتدي إن الأرض كلها بتتهز شوية كده. تميد. تهتز زي زلزال صغير. ده مؤخذة ده قطر ده ولا ايه؟ ايوه زي صوت الصاروخ. زي صورة صاروخ تهتز كده. وبعدين يجي الصوت بقى الفظيع. يجي صوت الضخم يعني الواحد ساعات يسد ودانه من الرعل اللي بيوصل. امال الرواد بيسدوا ودانهم بايه؟ لا الرواد مع داخلين في وسط السفينة ما يسمعوش الكلام ده كله يعني. هم بيحسوا ايوه بس هزة بسيطة خالص. الرواد في السفينة محميين بيحسوا بالهزة بس. طب ايه يعني عدد العلماء تقريبا اللي بيتابعوا او العلماء والفنيين اللي بيتابعوا العمليه دي ونوعياتهم يعني؟ نعد كده يعني. طيب انت عندك مجاميع كده بتبقى هي بتتابع لحظه انطلاق الصاروخ. المجموعه الاولى هي المجموعه المختصه بالوقود، الثانيه بالحراره، الثالثه بالسفينه الفضاء، الرابعه بالاتصال، الخامسة بشدة الجذب على الصاروخ، السادسة على صحة الرواد نفسها. فهم وكل واحد كل مجموعة من حوالي 20 أو 25 مهندس كل واحد بيبص لحاجة صغيرة خالص. يعني فكل واحد بيتابع أيوة مقسم العمل يعني كل واحد مسؤول عن حاجة صغيرة خالص ويبص عليها بالتلفزيون وعلى اتصال دائم ومباشر على رئيس هذه المجموعة ورئيس هذه المجموعة على اتصال دائم ومباشر برئيس انطلاق هذه الرحلة. وبعدين لما انت تشوف الضوء بتاع السفينة لما او الصاروخ لما ينطلق. انا فاكر رحلة ابولو 17 انطلقت في منتصف الليل وكانت قد انارت منطقة النور بتاعها كان في منطقة قطرها 500 كيلومتر. يا سلام 500 كيلو قطر المنطقة اللي انارها الصاروخ في اثناء الانطلاق لانه انطلق في الليل. ده حاجة خرافية خرافية. دكتور سيادتك قابلت ارمسترونج اللي هو اول انسان بشري وضع قدمه على القمر بعد ما نزل؟ ايوه طبعا ايوه. احكي لي اذا سمحت يعني بعض انطباعاته والحاجات اللي ما اتنشرتش يعني. هو أرمسترونج من الرواد اللي عندهم إحساس كويس جدا وشعور رقيق. وهو أول واحد أول إنسان ينزل على سطح القمر وله هدوء في طبيعته كده في البشرية يعني طبيعة شخصيته هادية جدا. فلا يذكر هو من نفسه إلا بعد أن نسأله يعني. هو ما جاش يعني في كتير منهم كانوا يجوا يهللوا على الحاجات المناظر الجميلة. حاجة فظيعة يا أخي ده واحد وإحنا واقفين وشايفين الأرض قد كده هشة زي البيضة. لو أنا عايز أفتح الشباك السفينة وامسكها بإيدي وأخدها يعني بيقولوا هذا الكلام. هو ما كانش يقول كلام كتير بهذا الشكل وكان فقط يرد على الأسئلة. وفي الحقيقة من أحسن الرواد اللي راحوا إلى سطح القمر هو الرائد أرمسترونج من ناحية العلمية ومن ناحية العامة لأنه كل كلامه كل ما تكلمه كلام صحيح ولم يذكر شيء إلا وطلع كلام صح في الرحلة أو بعد الرحلة. وانطباعاته كلها كانت انطباعات طيبة وهادية يعني فيها الخلق ووقار علمي. تمام. يعني متصور انا الراجل ده وهو لسه هيحط رجله على القمر ما هوش عارف الارض دي هشه ومش هشه هيجرى له ايه يعني لحظه غريبه جدا يعني. بالنسبه لارمسترونج هو بيعللها تعليل علمي كويس جدا. هو عقله علمي خالص. فهو قال ايه لانه هو كان من اول المتخوفين ان الارض تبقى هشه ويمكن يغتصب لان كان في كلام كتير على هذا الكلام. فبعدين قال ايه انا اول ما نزلت سفينه الفضاء وأول ما أنا فتحت الباب بتاع السفينة ونزلت على أول سلمة بصيت تحت على الجنبين الجنب الشمال والجنب اليمين أشوف الرجل بتاع السفينة غرست قد إيه. فبلقيتها زي ما هي اللي على اليمين غرست مثلا 3 سنتي واللي على الشمال ما غرزتش خالص. فقلت خلاص يا عم. رحلة باهرة جدا وعظيمة وتجعل حتى الإنسان يفخر بإنسانيته إنه الإنسان يخترق الفضاء ويخرج من نطاق الجاذبية ويهبط على القمر ويمس المجموعة الشمسية يعني. لكن أمامي أيضا الآن رحلة باهرة أيضا وجميلة جدا وإنسانية. رحلة إنسان مصري من قرية مصرية وادعة اسمها برج الأقلام. لا توخ الأقلام
اسمها طخ الأقلام، مركز السنبلوين، محافظة الدقهلية في جمهورية مصر العربية. الرحلة من برج من طوخ الأقلام إلى هيوستن مركز الفضاء الأمريكي هي رحلة أيضا جميلة جدا وباهرة، ونحب نتعرف فيها إلى قائد هذه الرحلة الدكتور فاروق الباز، كيف بدأت وكيف انتهت. طبعا عاوزينها برضو بسرعة الصاروخ. الرحلة هو أنا والدي ووالدتي الاثنين من قرية طوخ الأقلام، والعيلة كلها هناك ولسه قرايبي هناك، لكن أنا ولدت حقيقة في الزقازيق. يعني أنا ولدت وكان والدي مدرس في معهد الزقازيق، وبعد بعد حوالي سنتين انتقلنا معهد الزقازيق الديني. معهد الزقازيق الديني، تمام. يعني نشأتك من أسرة دينية يعني. تمام. وبعدين رحنا إلى دمياط، فأنا ترعرعت يعني في صغري كنت في بلدة دمياط، وتقريبا عند الابتدائية جينا هنا للقاهرة، وأخذت الثانوية العامة من مدرسة الأبة الثانوية هنا في القاهرة، وبعدين دخلت كلية العلوم جامعة عين شمس، واخدت البكالوريوس في الكيمياء والجيولوجيا بتقدير جيد جدا من علوم عين شمس، وعينت بعد ذلك معيد في قسم الجيولوجيا بجامعة أسيوط. في سنة 60 اخدت بعثة للدراسة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، ورحت لجامعة ميزوري في منتصف الولايات المتحدة الأمريكية، ودرست هناك للماجستير في الجيولوجيا الاقتصادية، وكذلك درست في معهد ماساتشوستس التكنولوجي للدكتوراه، وأخذت الدكتوراه أخيرا في عام 1964. يعني فضلت في الولايات المتحدة من 60 إلى 64، أخذت الماجستير ثم الدكتوراه، وأخذت عمل أول وظيفة لي بعد الدكتوراه كانت في جامعة هايدلبرغ في ألمانيا، كنت بدرس هناك الجيولوجيا في ألمانيا في جامعة هايدلبرغ سنة 64 و65. بعدين عدت إلى مصر واشتغلت شوية كده في شركة بان آم الأمريكية للبترول في خليج السويس، يعني كنت بشتغل في استكشاف البترول في خليج السويس في سنة 66. وبعدين جاءت الفرصة للاشتراك في عمليات استكشاف الفضاء وخصوصا عمليات استكشاف القمر، فذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هذا في نهاية 66، وبدأت العمل في شركة بيلكم، والتي كانت تعمل لهيئة ناسا وهي هيئة الملاحة والفضاء الطيران والفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن في بداية عام 1967. فمنذ حوالي 10 سنوات، يعني من 67 ل 77، وأنا بشتغل يعني معظم عملي كله مع هيئة ناسا في الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن. في الواقع كنت عاوز أسأل إيه السر أن الإنسان العربي قد لا تتاح له الفرصة أن تظهر عبقرياته في بلده أو في نطاقه الإقليمي، فإذا خرج إلى العالم الواسع يعني تألق ولمع وبنت ملكاته الحقيقية، يعني كيف أصبحت الدكتور فاروق الباز الشهير؟ ها والله أنا في الحقيقة أنا ما أعتقدش أن هذا صحيح، لأن العلماء العرب كتير وعلماء المصريين كتير هنا موجودين وبيتألقوا وبيكونوا فيهم ناس كويسين جدا، فمش معنى هذا أن لازم الإنسان يخرج من البلد عشان يتألق، أبدا على الـ على الـ على الإطلاق. يعني في هنا ناس موجودين في مصر وتألقوا ولهم مكانة علمية عالمية وبيشتغلوا كويس جدا يعني بيقدموا خدمات عظيمة جدا في فروع تخصصاتهم. وكذلك هناك القول الثاني بأن هناك الكثير جدا من المصريين ومن العرب في الولايات المتحدة الأمريكية وبيشتغلوا شغل عادي خالص ولم يتألقوا ولم يكسبوا، فيعني مش يعني هو خطأ النظر في أن المصري أو العربي إذا ما خرج تألق ونجح وكسب، يعني لا في الحقيقة دي يعني في ناس تعتقد ان هذا صحيح كلنا، ده بيعتمد اولا على الفرد وعلى الظروف وعلى الحظ وعلى مكان العمل وعلى حاجات كثيرة جدا، فيعني حاجات هي كلها قصص شخصية، يعني تعتمد على الشخص
ما هيش عملية مبدأ إن الواحد لو خرج تألق، يعني مش الخروج اللي بيخلي الناس تتألقهم ولا البقاء اللي بيخليهم ينطفئوا. تمام. دي حاجة شخصية وحاجة للفرد وحاجة تتبع ظروف وحظ الإنسان وعمل الإنسان واهتمامه بعمله. في الحقيقة أنا لما وصلت للولايات المتحدة الأمريكية وبدأت في العمل في هذه المشاريع، كان أنا عارف إن هم مجموعة بيدرسوا في الجيولوجيا بتاعة القمر لمدة طويلة، وأنا كانت أول مرة لي أن أدرس في جيولوجيا القمر، وبدأت في هذه الدراسات، وهم الناس موجودين هناك بقالهم بيشتغلوا حوالي 10 سنين، فكان لزاما علي أن أنا أشتغل قدر جهدي 10 طاقات عشان حتى أبقى زيهم. ورب الحمد لله ربنا اداني القدرة واداني العزم على أني أكمل المشوار وأصل إلى ما وصلوا إليه، وحتى يعني أتألق في بينهم. والأمريكان عموما ناس طيبين، لو هو عايز يشغل حد في أو يدي الواحد مسؤولية، هو بياخد أحسن إنسان يقوم بهذه المسؤولية بغض النظر عن أصله وشكله ودينه وكل شيء. فدي اللي يعني فعلا يعني حاجة أحترم فيها الأمريكان، لأنهم أعطوني مثل هذه الفرص وأعطوني مثل هذا يعني إذا كانوا حيبقى عندهم راجل يكون مسؤول عن تدريب الرواد الفضاء، طب ما هو واحد جيولوجي أمريكي حق من إن واحد أجنبي ياخد هذه العملية. دكتور فاروق، يعني واضح لما قلت لي إنه سيادتك نشأت في أسرة دينية، وواضح إنه حسك القومي العربي واضح تماما وملموس، مما يفسر ليه أنت استعملت نفوذك علشان إطلاق بعض الأسماء العربية على وهاد وجبال وممرات القمر. ممكن تدلنا شيء من التفصيل في الجزئية دي؟ صح، وطبعا الإنسان لا يمكن أن ينسى أصله وصفته ودينه. يعني أنا أخذت الجنسية الأمريكية في سنة 1970، لكن ما زالت عندي الجنسية العربية ولا أتخلى عنها إطلاقا، وكذلك ما زلت أبحث يعني في الأصول اللغة العربية والإسلام، لأن التربية الأساسية كانت تربية دينية صحيحة. أما عن تسميات العربية على سطح القمر وعلى الكواكب الأخرى، فدي شيء أنا طبعا أفخر به، لأن العلماء العرب كانوا فخر. يعني أنا ما كنت عملتش حاجة جديدة، هم العلماء العرب في العصور القديمة كانت يعني قدمت للكثير جدا للدول الغربية في التقدم العلمي. الفلكيين العرب قاموا بتقسيم النجوم السماء في ومعرفة مدارات الكواكب السيارة ودراسة القمر ودراسة الأشياء الأخرى، فقاموا يعني بأشياء عظيمة جدا في الفلك وفي الرياضيات. بعض أسماء تحضرك؟ نعم، أسماء مثل العلماء البيروني، الخوارزمي، الزرقلي، ثابت بن قرة، جابر وجابر بن حيان، نقول مثلا في يعني دي أسماء كلها قبلت، وفي دلوقتي على الخريطة الرسمية لسطح القمر الموجودة كل هذه الأسماء العربية. بتطلق على إيه في القمر؟ بتطلق على فوهات. يعني إحنا عندنا الفوهات يعني المستديرة على سطح القمر، بنسميها بعد يعني على اسم علماء أجادوا في علمهم وتركوا ثروة علمية بعد أن توفوا. ففي يعني مثلا في فوهة على اسم أينشتاين، وفوهة على اسم ديفي، وكذا. يعني في العلماء من العالم كله اللي قاموا بعمل طيب جدا في العلوم وفي الفلك وفي الرياضيات. وطبعا أنا كنت بقترح أن لازم يكون في وسط المجموعة دي من العلماء العرب، لأنهم قاموا بأعمال عظيمة وجيدة في تاريخ العلوم وتاريخ الفلك. ففي مجموعة دلوقتي ما زالت موجودة، وفي مجموعة أخرى أنا قدمتها في قبل رجوعي إلى قبل عودتي إلى مصر هنا للزيارة، وهي بينظر في أمرها دلوقتي. يعني في مثلا أسماء مثل ابن بطوطة العالم الجغرافي العربي العظيم اللي سافر في صحراء الرحالة العربي، سافر في الصحراء العربية لمدة 20 سنة يدون ملاحظاته. يعني ناس عملوا أشياء كثيرة وعظيمة. فكل هذه الأسماء موجودة على سطح القمر، ومجموعة أخرى بنعمل لها الاقتراح دلوقتي موجود، وحتى على سطح المريخ كذلك
هناك اسمين عزيزين أو غاليين على العرب كلهم. الأول هو اسم القاهرة يعني عاصمة مصر، والثاني هو سيناء. الاثنين دول موضوعين على المريخ. طب ليه اسم القاهرة وضع على المريخ؟ اسم القاهرة ده سؤال وجيه، لأن القاهرة نفسها هي سميت على اسم كوكب المريخ، لأن المريخ بالعربي اسم القاهر. فيقال أن جوهر الصقلي القائد العربي لما جه على بنيدة الفوسفات وكان ينوي بناء دولة جديدة على حدود الفوسفات للخلافة الجديدة، كانوا القادة العرب دول كان القادة العرب دول بيعتمدوا كتير جدا على العلماء بتوعهم ويحترموهم. فهو راح للعلماء والفلكيين وقال لهم احنا عايزينكم تذهبوا الى السماء، تنظروا الى السماء لاخذ اشارة من السماء لكي نسمي هذه البلدة الجديدة شيئا. فذهب العلماء والفلكيون ونظروا الى السماء في هذه الامسية في هذا الليلة، وكان المريخ او القاهر في الصعود الى السماء، فقالوا القاهر في الصعود علها تكون القاهرة. فالقاهرة نفسها يعني سميت على اسم المريخ أو القاهر. فأنا قصصت القصة دي رسميا يعني في خطاب، وفي طبعا الأدلة التاريخية والمصادر والحاجات دي موجودة للهيئة العالمية لعلوم الفلك وهي المسؤولة عن هذه التسميات وأنا عضو فيها. فقبل الاقتراح، والنهارده في اسم القاهرة على سطح المريخ، وادي القاهرة. جميل حقيقة والله. طب يا دكتور، كان في كمان لك دور في اللغة العربية، ورواد الفضاء عملوا حاجة لطيفة وكلموا بعربي وكده، سمعت انا الحكاية دي؟ ايوه طبعا. علاقتي طول ايام ابولو علاقتي كانت طيبة جدا برواد الفضاء، يعني علاقة صداقات، وأنا كنت بعلمهم بعض اللغة العربية. وواحد منهم اسمه ألفريد ووردن قال إن أنا لازم أعلمني أتعلمه حاجة عشان يقولها من القمر لكي تصبح العربية اللغة الوحيدة غير الإنجليزية اللي تلغت من القمر. فعلمته إنه هو يقول في دورانه حول القمر أول ما يرجع من وراء القمر يقول مرحبا أهل الأرض من إنديفر، وده اسم السفينة اللي كان راكبها، إليكم سلام. وقال كده فعلا، وإحنا متفقين إن هو ما يقولش لحد خالص، هو كان بيقول إيه. ودي طبعا عملت دربكة كبيرة جدا في هيوستن. مرحبا أهل الأرض من إنديفر إليكم سلام. فطبعا الناس اللي موجودين ما كانواش عارفين إيه الكلام ده. هو الراجل الوحيد اللي كان يعرف القصة دي كلها مدير ناسا. أنا قلت له قال لي طب وش هتقول للناس عشان يعرفوا؟ قلت له لا مش عايزين نقول لحد خالص. قال لي طيب. يعني ليه الرحلات مقتصرة على رواد لغاية دلوقتي ما دخلش فيها علماء؟ هي الرحلات كانت مقتصرة على الرواد، لأن السفينة الفضاء قيادتها لابد أن يقودها الرواد، لأن السفينة قيادتها صعبة جدا، ولا يمكن لأي عالم بدون تدريب طويل لمدة 10 سنوات مثلا أنه يقدر يقود السفينة دي. فكان يلزم أن من يقود السفينة هم رواد كان أصلهم طيارين، ومش أي طيارين عاديين، طيارين من أسلحة الطيران، وطيارين من أسلحة الطيران يكون اختصاصهم تجربة الطيارات الحديثة. يعني لازم يكونوا طيارين ماهرين. فطبعا بالصعوبة من المكان ان واحد عالم يقدر يبقى طيار ماهر في خلال وقت قليل. ولذلك انا في الحقيقة انا كنت طبعا بحب ان انا اروح للقمر انا بنفسي، لكن كان اتضح ان ده كان احسن بالنسبة للبرنامج، اني انا لم ادخل في وسط الرواد، ولم اتعلم قيادة الطيارات حتى ارى هذه الاشياء من خلال اعينهم. حتى لا اكون انا نظرية عامة من خلال عيوني انا ونعممها على القمر كله، لكن كنت بأرى القمر وأرى هذه المواقع من خلال أعينهم. هم تمت رمزيتي في الجيولوجيا، وكنت بقى أنا بستفيد من هذا الكلام. لكن إن شاء الله في المستقبل ومستقبل القريب هيكون في فرصة للعلماء يطلعوا، بس مش القمر، إلى مدار حول الأرض. ده هيكون يبدأ ببداية المشروع المتنكل الفضائي، اللي هو مشروع سوف يكون زي صاروخ ينطلق كالصاروخ، يعني سفينة سوف تنطلق كالصاروخ وتدور حول الأرض وبعدين تهبط كالطائرة على مطار. ودي تستلزم 2 بس من الرواد، يعني 2 رواد يقودوها، لكن ممكن ياخدوا معاهم حتى مثلا 3 أو 4 من العلماء. بس مش من أول رحلة هيبتدي هذا طبعا.
يعني هيبتدي من رابع او خامس رحلة ممكن ياخدوا معهم عالم اثنين وثلاثة او كذا، وانا متفق معهم ان انا او ان شاء الله يكون اول واحد ياخدوه معهم بس ما يكونش طيار. دكتور القصة اللطيفة بتاعت تسمية مدينة القاهرة، وان الانسان كان منذ البداية ومنذ فجر الانسانية يتطلع الى السماء ويحس احساس غامض انه هذه السماء لها تأثير في حياته، وبدأ علم التنجيم، وانا طبعا لا ابشر بعلم التنجيم ومعرفش حقيقته ايه ولا حقيقته العلميه وكلنا، لكن في نهايه الامر اذا كانت هناك اشعاعات بتكتشف كل يوم، الا يمكن تصور ان هناك اشعاعات مخفيه حتى الان لم يكتشفها العلم تصدر من الكواكب ولها تاثير على الانسان كما ان لها تاثير في المد والجزر وكده؟ طبعا انا شخصيا لا اقول انه ليس هناك تعليل علمي للأشياء بتاع التنجيم، لكن ليس هناك أي حاجة في العلم تنفي كلام التنجيم أيضا. فأنا بقول أن الكلام أنا في يعني أنا لو سألتني شخصيا أنا أعتقد في هذه الأشياء. ليه؟ لأن أنا عارف أن دورات القمر حول الأرض ولفات الكواكب حول الشمس بتؤثر على الأرض، فليه لا ما تأثرش على الإنسان؟ الإنسان ما هو إلا جزء من الأرض. يعني احتمال كبير جدا ان هذه الاشياء حقيقيه وتسيطر على الانسان بطريقه اموال. يعني على الاقل العلم ليس لديه ادله ينفي ما ينفي بها. تمام وليس لديه ما يؤيد ايضا. تمام وليس يعني لديه ليس لديه يعني لا يؤيد ولا ينفي. لا يؤيد ولا ينفي. طيب بالمناسبه ايه راي سيادتك في الكلام الواسع النطاق عن الاطباق الطائره وقصص غزو الكواكب الأخرى للأرض وإن الأطباق دي جايز تكون سكان كواكب أخرى بعيدة عنا إلى آخر هذا الكلام؟ لا هو في الحقيقة معظم هذا الكلام تخيلات، يعني هي نظريات وخيال. يعني لو خدنا العدد من اللي بنسمعه عن الأطباق الطائرة نلاقي إن 75% من هذا الكلام يعتبر خيال فقط لا غير. نلاقي مثلا حوالي 20% من الأشياء اللي بنسمع عنها حاجات ظواهر طبيعية أو حاجات عم طلعها الإنسان، يعني مثلا زي بالونات أبحاث، زي أقمار صناعية، زي حاجات كده يعني ممكن شرحها بطريقة أخرى. ومع هذا فهناك حوالي 5% من هذه الأشياء التي لا نعلم عنها شيء ولا نعلم عن مصدرها ولا نعلم عن سببها إطلاقا. يعني نستطيع أن نقول ببساطة إنه الكلام بتاع إنه سكان من كواكب أخرى بيغزو الأرض إنه صحيح بنسبة 5% على الأقل. يعني لا الاحتمال موجود، إحنا مش بنقول إنه كلام صحيح على 5%، لا إحنا بنقول إن الاحتمال موجود. وإن كان موجود بنسبة ضئيلة. بضئيلة بنسبة ضئيلة. ما إيه التفسير الأكثر احتمالاً؟ التفسير الأكثر احتمالاً إن دي أشياء في الكون بتتحرك حول الأرض وهي صغيرة، أو إنها تكون ظواهر مثلاً غريبة جداً، تكون زي ظاهرة مثلاً زي التفاعل بعض أشعة الشمس مع طبقات في الجو أو تفاعل طبقات الجو مع بعضها، وحاجات علمية كثيرة لا نعلمها. فالعلم لا يعرف كل شيء، يعني العلم ما زال يحبو وما نعرفش كل حاجة في الكون. هل اكتشاف القمر بالذات هيؤثر في الأدب والفن باعتبار أن القمر مصدر جمال دائم للإنسان وللشاعر بالذات؟ طبعا هو أثر في الولايات المتحدة كتير جدا، يعني أنت تلاقي مثلا جزء كبير جدا من الفن والرسم والنحت في الولايات المتحدة الأمريكية تأثر كتير جدا بكل أعمال الفضاء. يعني في دلوقتي في فن فضائي في الولايات المتحدة، وفي شعر فضائي، الشعر يتكلم عن الكرة، في الكرة الصغيرة التي تسبح في فضاء دامس، ويتكلم عن القمر الذي شعر وأدب من فن في الفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية. لا يعني هل سيكف الناس في رأي سيادتك كعالم في الفضاء سيكف عن انهم يقولوا ان القمر جميل او ان حبيبتي زي القمر؟ لا طبعا انا افضل برضه الناس يقولوا حبيبتي زي القمر رغم انه جسم ومظلم. ابدا القمر يعني في نظري انا شخصيا مش بس يعني بقي جماله انما ازداد جماله، فانا نعرف عن القمر اكتر دلوقتي، معنى هذا ان الواحد يزداد جمال هذا الجسم في نظري انا شخصيا. نعرف عنه انه صخور وبراكين وجسم صلب، والأرض ما هي صخور وبراكين وجسم، إنما لما تتفرج عليها في الصور حاجة في منتهى الجمال، يعني لوحة فنية. يعني الصور اللي خدوها من القمر للأرض. تمام. يعني وبقت مضيئة. تمام. من أشعة الشمس. إذا ممكن بقى أن المقاييس تؤدي إلى أن نحن نقول حبيبتي. طيب
طيب يا دكتور، حقيقة احنا سعداء جدا بهذا اللقاء، وان كان في اغراءات متعددة ان احنا نستزيد منك مما يحتاج الى عشرات السهرات يعني. الف شكر. احنا الحقيقة بنشكرك وبنحييك وبنتمنى لك كل توفيق وكل تقدم، وان ترفع اسم العلماء العرب على الدوام. شكرا جزيلا، الف شكر. أيها السادة، شكرا، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع السهرة المفتوحة، لكم مني أطيب المنى، طاهر أبو زيد.